سل العلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى، وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج فتاوى على الهواء، الذي نواصل الحديث في جزئه الأول عن فقه الصيام وأحكامه، كما نستقبل فيه تساؤلاتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة عبر الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة تباعا، صحبة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس. حياك الله شيخ. يا أهلا وسهلا بكم. شيخنا بالأمس قدمتم حول قضية خصائص شهر رمضان المبارك، وذكرتم أن من أبرز هذه الخصائص هي اقترانه بعبادة الصيام، وأن الله سبحانه وتعالى فرض فيه الصيام، وذكرتم تعريف الصيام وبعض أحكامه. اليوم نبدأ من قضية حكم الصيام وحكمته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. بالنسبة لحكم الصيام، فكل متفقون على أن الصيام واجب على من توفرت فيه شروط وجوبه، و ذكر العلماء يعني الأعذار التي يمكن للإنسان أن يفطر من أجلها، ثم بعضها يجب أن يقضي هذه الأيام، وبعضها لا يقضي. نعم، انتهت مسألته. فما بالنسبة للدليل، فإن ذلك ورد قرآنا وسنة وإجماعا، القرآن وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهذه مسألة أخرى، وهي بالمناسبة قضية أننا نقول إن الصيام ليس خاصا بهذه الأمة، بل فرض الله سبحانه وتعالى الصيام على بعض الأمم التي سبقتنا، ولذلك هذه تعتبر تمهيد لقبول هذه المسألة، لأن هي فيها صعوبة عن النفس عند كثير من الناس. ولما بين الشارع أنه قد فرض ذلك على أمم سابقة فاحتملت هذا الأمر، فمن باب أولى تحتملها هذه الأمة. فهذا بالنسبة لل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: بني الإسلام على خمس، فذكر منها وصوم رمضان. وأجمعت الأمة على وجوب هذا الصيام، فقد اكتملت الأدلة الثلاثة على هذه العبادة. نعم، يعني صيام رمضان لا خلاف في أنه واجب وأنه ركن من أركان الإسلام. لا يخالف في ذلك أحد، لكن شيخنا الصيام في ذاته في غير رمضان حكمه، هل تعتريه الأحكام الأخرى، مثل ما تذكرون مثلا أحيانا في بعض العبادات الأخرى يقولون تعتريه الأحكام الخمس مثلا، هل الصيام ينطبق عليه هذا في غير رمضان أو حتى في رمضان؟ لا، هو إذا أخذنا في 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 شهر رمضان، هذا الذي تحدثنا عنه. نعم، هذا حكمه، إلا الأعذار التي سنتحدث عنها. نعم، لكن إذا تحدثنا عن الصيام في السنة كلها، نعم، تأتينا أحكام أخرى، منها قضية الحرمة مثلا، أن بعض الأيام يحرم صيامها، ومنها يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم، غير أن عيد الأضحى مربوط باليوم الأول، أما بعدها فهو مكروه كراهة. عيد الفطر في عيد الأضحى. نعم، أما عيد الفطر في يوم واحد، اتفاق. نعم، اتفاق. هذا محرم. بعض العلماء من المالكية بالذات قالوا إن الكراهة تدخل في مسألة صيام المولد. نعم، مولد النبي صلى الله عليه وسلم الأول. مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يصام ذلك اليوم، لكن على سبيل الكراهة لا على سبيل الحرمة. وأما بالنسبة للوجوب، عرفناه هي رمضان وقضاء رمضان كذلك، والنذر
نعم صيام النذر كذلك من الواجبات صيامه. وأما الاستحباب فقد ذكر علماؤنا أن الاستحباب يعني كثير من الأيام مستحبة، منها مسألة العشر الأوائل من ذي الحجة، ويقصدنا بالعشر تسعة طبعا، يدخل يوم عرفة ويخص يوم عرفة أيضا، فهو مستحب بل هو سنة بعضهم يقول مؤكدة. وعندنا يوم تسعة وعشراء، وعشراء أكد من تسعة. وعندنا شهر محرم بصورة عامة بأكمله، والأشهر الحرم كلها مستحبة لمن استطاعها. هذا بالنسبة للأحكام. نعم نعم، يعني تعتريه الأحكام المختلفة في غير رمضان، يعتريه الوجوب والكراهة والحرمة كما ذكرتم. سأسألكم شيخنا عن بعض المسائل، يعني يكثر سؤال الناس عنها وعن حكم صيام هذه الأيام أو هذه الطريقة من الصوم، منها قضية وصل الصيام، أن يصل الإنسان الصيام فيصوم الدهر كله، يعني لا يتوقف عن الصيام أبدا. نعم، هذا يدخل في المكروهات، لأن الإنسان لا يستطيع ذلك بسهولة، بل نفسه تمل من ذلك ويصبح متلبسا بعبادة تكرهها نفسه، وهذه من أرداء الأمور. نعم فلذلك يعني كرهوا صيام الدهر كله. نعم. قضية إفراد يوم السبت ويوم الجمعة بالصيام. نعم، إفراد يوم الجمعة ويوم السبت. نعم، بالصيام. نعم، بالنسبة للمالكية عندهم لا بأس بذلك. نعم، لا مشكلة في إفراد الجمعة أو إلحاق بعض الأيام بها مثل الخميس والسبت، وحتى وحدها لا كرهة عند الإمام مالك. وقد اعترض عليه بعض أتباعه، منهم الداودي الطرابلسي صاحب كتاب الأموال. نعم، قال لم يصله الحديث. هذا في الجمعة ولا في السبت؟ في يوم الجمعة والسبت. يوم الجمعة. نعم، يوم الجمعة خاصة. لكن هذا ما أخذ به المالكية، عندهم ليس ممنوعا يوم الجمعة. نعم، مفرد والصيام وكذلك السبت. نعم، حتى لو أفرده المسلم بالصيام لا كراهة فيه أبدا. نعم، سواء وافق شيئا آخر أو لم يوافق. إن بعض الجماعة يحسبون أن يوم السبت كراهة تتعلق، عفوا عدم الكراهة تتعلق بإذا صادف شيئا آخر أو يوما آخر أو زمنا آخر. لا، هو المالكية عندهم لا كراهة في يوم السبت نهائيا. نعم نعم، قضية النصف الثاني من شعبان، هل يصح أن يكره الصيام في النصف الثاني من شعبان؟ شهر شعبان هذا ما أكثر الاختلاف فيه. سبحان الله. نعم، بسبب الأحاديث والآثار التي وردت يعني بأشكال مختلفة. ورد المنع من الصيام في النصف الثاني من شوال حتى يعني تتوق النفس إلى صيام رمضان. وبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أكثر ما صام في الشهور بعد رمضان هو شعبان. وحتى إن السيدة عائشة ذكرت أنه أكثر صيامه في شعبان، بل أشارت إلى أنه يصوم شعبان كله. سبحان الله. وهذه فهم منها بعض الناس أن رمضان أن شعبان قد يلصق برمضان، يعني إذا كان ثبت أن الآخر يوم من شعبان هو من شعبان يقينا. أما إذا كان غير متأكدين من أنه اليوم الأخير من شعبان، يدخل معنا حديث يوم الشك. ونحن بهذا الصدد نتكلم عنه. نعم. يوم الشك هو اليوم الذي في الليلة التي قبل اليوم الأخير يصبح السماء مغيمة، ولا يستطيع الناس يعني النظر إلى الهلال. يعني غدا أو من الغد، ما هو هذا اليوم؟ هذا يوم الشك عندهم. ما حكم صيامهم؟ إذا كان يوم شك أكيد فصيامه مكروه وليس محرما، مكروه كراهي. وإذا صادف شيئا آخر كصيام الاثنين والخميس
أو من الأشياء التي يتعود الإنسان أو نذر أو شيء من القبيل، هذا لا كراهة فيه نهائيا حتى يوم الشك. وأما إذا ثبت أن هذا اليوم الأخير هو من شعبان يقينا، 30 من شعبان مثلا، فهذا يعني صيامه جائز ولا يدخل معنا في قضية الكراهة وعدمها. نعم. وبالمناسبة قضية يوم الشك، من صام يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان فعلا هل يجزئه؟ صام يوم الشك قبل أن يثبت أنه من رمضان فيعني صيام لا ينفعه في رمضان. نعم، يجب عليه القضاء يعني. نعم، لا بد من القضاء. نعم، وإذا انتبه في نصف النهار أو غيره فعليه أن يتوقف عن تناول الأكل والشرب على أن يرده بعد ذلك. نعم. نعم، قضية صيام يوم عرفة للحجاج، لمن يقف صيام يوم عرفة لغير الحجاج يعني مستحب، بل بعضهم وصفه بالسنة. وأما صيامه للحجاج فهو مكروه عند المالكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه، وقصة الصحابية التي امتحنت النبي صلى الله عليه وسلم بقضية اللبن قدحنا فشربه وهو على ناقته، فتيقن الناس أن ذلك اليوم لا يصام فيه، وإلا كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة؟ نعم. قضية 3 أيام من كل شهر وقضية تخصيصها بالأيام البيض، هل هذا أيضا تحت أي حكم يندرج؟ عند الإمام مالك لا تختص تلك الأيام، يعني حكمها ابتداء 3 أيام من كل شهر مستحب. نعم، لكن لا تختص بهذه الأيام، لا تختص ب 13 و14 و15 لا تختص. نعم، فهذا رأي الإمام مالك. نعم، يعني يصوم في أي أيام من الشهر؟ أي 3 أيام من الشهر. نعم. والصيام الاثنين والخميس؟ الاثنين والخميس وردت في الأحاديث، وتقريبا يعني متفق عليها من قبل الناس كلهم، يعني أن الاثنين والخميس صيامهم مستحب. نعم. قضية صيام طبعا لعلنا سنتحدث عنها في نهاية الشهر ويكثر عنها السؤال، لكن لا بأس أن نذكرها ضمن الأحكام المتعلقة بالصيام. قضية 6 من شوال. ستة من شوال عند الإمام مالك يعني مكروهة إذا تحققت فيها هذه الأشياء وهذه القيود، فإذا انتفى أحدها فلا كراهة، وهي الأصل فيها الاستحباب. والتي تجعلها مكروهة قلنا توفر مجموعة قيود، إذا توفرت كلها، أما إذا غاب واحد منها فلا كراهة. ما هي هذه القيود؟ أولها اتصالها بالعيد، العيد يفطر فيه ثم بعد ذلك يبتدئ، واتصالها ببعضها، اتصال بالعيد واحدة واتصالها ببعضها يعني ما فرقهاش، إذا فرقها انتفت المسألة. وثالثا أن لا يكون مقتدا به، لئلا يظن العوام أنها من المفروضات، لما رأوا أن فلانا قد صامها متتابعة وبعد العيد مباشرة إلى آخره، يظن أنها نعم كأنها فرضت، وهذا السبب. فإذا انتفى أحد هذه القيود، أحدها فقط انتفى، فلا كراهة. يعني هي محل الكراهة فيما ذكرتم مجتمعة. أيوة توفرت. نعم، لا كراهة بمعنى ينتقل الحكم من الكراهة إلى الاستحباب إذا انتفت إحدى هذه الشروط. نعم. طيب شيخ، ننتقل من قضية الحكم، حكم الصيام، ذكرتم التفصيل في حكم رمضان ثم حكم بقية الأيام الأخرى التي في مسائل متعددة. الآن ننتقل، قبل أن ننتقل للحديث عن شروط الوجوب وشروط الصحة وغيرها من الأركان، عن حكمة تشريع الصوم والحكمة من تشريع هذه العبادة العظيمة، وأن خصها الله سبحانه وتعالى بشهر معين وجعل للناس أيام أخرى يصومون فيها استحبابا. يعني صحيح. نعم، لكن هو قضية كون اختص الله سبحانه وتعالى هذا الصوم بهذا الشهر هذه لا نعرفها. نعم، هو الذي يعني اختار لأناسه لمخلوقاته هذا الشهر، وعظم فيه الأجر تعظيما كبيرا. وبالنسبة لما ذكرتم من قضية حكمة تشريع هذه العبادة. نعم نعم.
مسألة لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هذه لا نعلمها، لكن الحكم الواضحة أولها يعني أن يتعود الناس عن كبح جماح أنفسهم يتحكمون. وكثير من العلماء الذين كتبوا في هذا الموضوع قالوا حقيقة الأمر هو أن يملك في هذا الشهر العبد يملك حريته، ولأنه هو لا يتحكم فيه الشهوات ولا يستطيع الامتناع عنها فهو عبد، عبد لكذا وعبد لكذا وعبد لكذا، فإذا تحكم هو في هذه الشهوات وأبعدها فهو حر، يعني فعلا تمسك بحريته. ثانيا يتعود الإنسان على كبح جماح النفس، يعني يتصرف فيها ليست هي التي تقوده إلى الأكل والشرب والشهوات الأخرى، بل هو الذي يقفها عندما يريد ذلك. هذه مسألة. ثالثا يعني فيها تجربة لقضية معاناة الجوع والذين يجوعون في بقية السنة، على الأقل الآن ينتبهوا إلى أن هناك أناسا فقراء ومساكين يصيبهم الجوع حتى الجوع حتى خارج رمضان، نعم في السنة كلها، فيتأثر، وهذه تؤدي إلى قضية التصدق، صدقات، نعم. ولذلك تجد من مزايا وخصائص رمضان ربما لم نذكرها أمس هي قضية الصدقات، التصدق على الفقراء والمساكين، نعم. يعني تكثر فيه الصدقة لأن الناس يشعرون بآلام غيرها. صحيح صحيح، نعم. طيب شيخ، إذا ننتقل للحديث عن قضية شروط رمضان، سواء شروط الوجوب أو شروط الصحة أو شروط الوجوب والصحة معا. شروط الوجوب ما معناها مع شروط الوجوب؟ معناها من توفرت فيه هذه الشروط أو أحدها يعني يجب عليه أن يصوم رمضان، يجب عليه أن يصوم رمضان. ما هي هذه الشروط؟ أولها البلوغ، فالغير البالغين لا يجب عليهم، وكلمة لا يجب ليس معناها لا يصومون أو لا يؤمرون بالصوم بأي شكل من الأشكال، لا، بل ليس واجبا عليهم، فإذا صاموا من باب الاستحباب، وإذا لم يصوموا فلا شيء عليهم. البلوغ إذن، والبلوغ نعم يعني معروف يعني عند الذكور والإناث، فغير البالغين لا يجب عليهم صيام شهر رمضان. هنا شيخنا ذكرتم قضية الغير البالغين لا يعني أنه ما يصوموش، يعني كيف نعم. كيف الإسلام يعني هنا قبل أن ننتقل لبقية الشروط، هنا كيف الإسلام يتعامل مع الناس اللي دون البلوغ، وكيف المربي ينبغي أن يتعامل معهم؟ يعني هل يتركهم يقول لهم لا أنتم عليكم صيام، والله يحاول أن يرغبهم؟ بارك الله فيكم. هذه مسألة لا تختص برمضان، تختص بصورة عامة الواجبات، وتختص أيضا بالمحرمات وغيرها، فيجب على ولي الأمر أن ينتبه لمن تحت يعني ليس حكمه، لا أقول تحت الحكم، لكن تحت الرعاية وتحت التربية وغير ذلك، أن ينتبه لذلك، فيعود الأطفال الذين يطيقون ذلك، لأن عندنا بعض الناس يحاولون أن يعودوا صغار السن جدا، لا، وهذه ربما يكره العبادة، تأتي بعكسية أحيانا. لا، من يستطيع أن يصوم دون أن يؤدي به إلى كراهة هذه العبادة فيجب أن يعود على ذلك. ولذلك ورد في الحديث المشهور، نعم، أمروهم بالصلاة لسبعين، عفوا لسبعين واضربوهم لعشرين، وأضربوهم عليها لعشرين، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا كله تعود أو محاولة أن يعودوهم على ما يكون واجبا عليهم في المستقبل، ولكن لا يفعلون ذلك مع من ليس له طاقة بذلك. وربما يفهم منا أننا من لا يرغب في ذلك لا يجبر عليه أو لا يحاول معه ولي الأمر أن يتعود على ذلك. فهذه المسألة لا فتذكرنا بمسألة حديث أو أثر عمر رضي الله عنه، أنه كانوا في عهده يعني يشجعون الأطفال الذين يطيقون الصيام طبيعة الحال، يعودوهم على الصيام، قال:
فنجعل لهم يعني أشياء من اللعب نعم التي تلهيهم حتى يصل المغرب هنا. سبحان الله. نعم حتى يتعودوا على هذه العادة. يتعودوا على ذلك نعم. طيب شيخ، بعد البلوغ ما هي الشرط الآخر الثاني لوجوب الصيام؟ ذكرتم البلوغ. إذا بلغ الإنسان وجب عليه الصيام هذا الشهر وجوب، يعني لا يسامح فيه أبدا. نعم هذا بالنسبة لشرط الوجوب. نعم. قلنا إذا بلغ الإنسان توفر فيه شرط الوجوب فيجب عليه أن يصوم، يصبح واجبا عليه، إلا إذا كانت له معاذير أخرى فهذه مسألة ثانية. نعم. مسألة الشرط الثاني هو القدرة على الصيام. نعم. كنا نتحدث عن الأطفال، ففرق بين قدرة الطفل وقدرة البالغ. القدرة البالغة المقصود بها أنه يستطيع أن يصوم دون أن يؤدي صومه إلى إهلاكه مثلا، فهو يستطيع أن يصوم ويقدر أن يصوم مع توفر الأول وهو البلوغ، ثم يستطيع أن يصوم، ولذلك الشرط الثاني توفر فيجب أن يصوم شهر رمضان. وهذه مسألة واضحة كذلك، وقد بينها القرآن والسنة في قضية المرض، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أو أخر. فقضية المرض إذن يبيح للمسلم أن يفطر، وبعد ذلك يأتينا الشرط الوجوب الثالث وهو الحضور. الحضور شو معناه؟ معناها أن يكون حاضرا غير مسافر، وهذه يبينها قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والشهود معناها الحضور، لم يكن مسافرا. وما إذا سافر فله موضوع آخر أو حكم آخر، ولعلنا نتطرق إليه الآن. نعم إن شاء الله. عند أصحاب الذكر إذا سافر الإنسان سفر قصر في غير معصية، فيعني ما حكم صيامه؟ نعم، لا يجب عليه الصيام، وإنما عند المالكية يستحب صيامه. نعم، وبعض العلماء عندهم يستحب له أن يفطر، عند المالكية يستحب الصيام، وهذه أخذها من قوله: وأن تصوموا خير لكم. فإذا الصيام عندهم أفضل من الإفطار، بينما ذهب بعض العلماء من المذاهب الأخرى إلى أن الإفطار أفضل، لأنه يتقوى به الإنسان على سفره، ثم بعد ذلك يقضي هذه الأيام متى ما أمكنه في أماكن وفي أزمنة أخرى. نعم. نعم، هذا بالنسبة للشرط الثالث، ذكرتم البلوغ والقدرة والحضور. والحضور. نعم. نعم، شهود الشهر يعني. نعم. هذه هي شروط الوجوب أم هناك شروط؟ هذه شروط الوجوب. نعم. نعم، إذا توفرت في المسلمين هذه الشروط، فليس في المسلم لا، لأن الإسلام ما ذكرناش شيء من الشروط. نعم. نعم، بل في أي إنسان توفرت فيه هذه الثلاثة فمطلوب منه الصيام. لكن عندنا بعد ذلك يأتي الكلام على شروط الصحة. وشروط الصحة هي الإسلام والزمن القابل للصوم. لا يصح الصيام إلا بالإسلام. إذن الكافر يجب عليه أن يصوم، ولكنه لا يصح منه إلا بالإسلام، فيدخل الإسلام أولا ثم بعد ذلك يتعلق به بقية القيود. نعم. إذن الإسلام من شروط الصحة، والثاني الزمن القابل للصوم، لأن في بعض الأزمنة لا تقبل الصوم كالعيد. العيد إذا دخل العيد لا صيام ولا يصح الإسلام. بالنسبة للوجوب والصحة معا، يعني يذكرون منها العقل، غير العاقل لا يجب عليه ولا يصح منه. العقل والخلو
من الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، فإذا صامت الحائض والنفساء فلا قيمة لهذا الصوم، بل إذا نوت به القربة فإنها ترتكب الحرمة. نعم. والشرط الثالث هو دخول الوقت، وهذه مسألة مهمة. لا يصح الصيام قبل دخول الوقت للصيام الذي له وقت، وهو زي رمضان مثلا. نعم. رمضان لا يحل إلا إذا ثبت ويعني رؤية الشهر، رؤية الشهر. وهذه مسألة مهمة، مسألة تتعلق بمتى ينوي الصائم الصيام ومتى تنفعه هذه النية. هذه النية محلها الليل، لكن شرطها الأول هو ثبوت الشهر. لما يدخل الشهر يعني آخر يوم في شعبان، إذا رؤي الهلال بيوم 29 أو أكملت العدة بيوم 30 معناها الشهر ثبت هنا محل. إذن أيوة، إذن غدا يكون الصيام نعم صحيحا. نعم. نعم. واجبا وصحيحا. نعم. هذا بالنسبة يعني للنية. لكن بقية الشهر هذا في أول يوم نتحدث عنه، لكن بقية الشهر هل تجب النية في كل ليلة أو خاصة أو تكون في ليلة في أوله وبعد ذلك يعني بالنسبة لبقية الأيام منسحبة عليها نية اليوم، منسحبة عليها نية الليلة الأولى. نعم. عند المالكية لا تجب النية كل ليلة، وإنما تكفي الليلة الأولى إذا كان الصيام متتابعا. فإذا كان الصيام متتابعا كفت تلك النية، لكن يستحب عندهم أن تجدد النية كل ليلة استحبابا. نعم. ماش وجوبا. وإلا فإن النية في أصلها واجبة، ركن من أركان الصيام كما سنذكر. فإذا يعني نوى تلك الليلة فإن النية هذه تنفعه تنسحب على بقية وتنسحب الليلة. وذكر العلماء كأنها نظائر لذلك، منها قد الصلاة. فإن النية يعني تجب في أول الصلاة وجوبا بأن يستحضرها المصلي، ثم بعد ذلك لا بأس عليه إن غفل قليلا فالنية منسحبة. نعم. على بقية الركعات والسجدات. نعم. هذا بالنسبة لي. إذن عندنا شرط الوجوب والصحة، قلنا هي إيه؟ شرط الوجوب والصحة معا. مسألة دخول الوقت كما ذكرنا. فقبل الوقت لا ينفع. نعم. وانتبهت إلى مسألة مهمة يغفل عنها الناس، وهي قضية قلنا إحنا النية الواحدة كافية في حالة التتابع. لما يفصل التتابع هذا عذر من الأعذار كالسفر والمرض والحيض والنفاس إلى آخره، فإن النية لا بد منها بعد ذلك. نعم. ما شك في النية الأولى. وهنا يعني فائدة مهمة، وهي أنه إذا انقطع هذا التتابع بهذه الأعذار حتى ولو لم يفطر فيها صاحبه عندما يجوز له الفطر. يعني نأخذ مثلا السفر ونأخذ المرض، أما الحيض والنفاس لا ينفع في الحالة هذه، لا ينفع التمثيل له. المرض والسفر قلنا يجوز الصيام ويجوز الفطر، والمالكية عندهم الصيام أفضل. فإذا صام المسافر فلا بد أن يجدد النية في هذا السفر، ويجدد النية بعد انتهاء السفر مع أنه لم يفطر، صومه متتابع. نعم. ولكن لما كان بداخله أيام فيها أعذار فإنه يجب عليه أن يجدد النية. يعني شرط النية هي التتابع في الأيام المتتابعة. نعم. طيب شيخ نستأذنك نذهب فاصل إن شاء الله، ومن ثم نواصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. في سابقة هي الأولى من نوعها في ليبيا والعالم الإسلامي،
المقرأة الليبية للقرآن الكريم وعلومه، وبالتعاون مع قناة ليبيا الأحرار، تقدمان ختمة قرآنية كاملة لستين قارئا من مختلف ربوع ليبيا. وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلفا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا خير تجدوه عند الله. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. شيخنا، قبل أن ننتقل للأسئلة، تتمون الحديث عن قضية شروط الصحة والوجوب معا حتى ننتهي من باب الشروط. وهي ثلاثة. أولها دخول الوقت، فلا يجب الصيام ولا يصح صيام رمضان. من له وقت لا يصح قبل وقته. ورمضان بالذات هذا وقته أتى من الشرع. نعم، فهذا بالنسبة للصيام قبل الوقت لا يصح، إذا دخول الوقت. ثم بعد ذلك العقل، فغير العاقل من المجنون أو المغمى عليه، وهذه مسألة مهمة المغمى عليه. لا أعرف هل نفصلها إن شاء الله نذكرها في قضية الأعذار. والخلو من الحيض والنفاس، وهذه خاصة بالنساء، فلا بد أن تخلو المرأة من الحيض والنفاس، وإلا فلا يجب عليها الصوم في ذلك الوقت ولا يصح منها. نعم، لكن يجب عليها، قالوا، في المستقبل بعد أن يعني تطهر لا بد من أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها، بعكس الصلاة كما ذكرنا سابقا. الصلاة يعني إذا كانت حائضة والنفساء في وقت الصلاة فإنه لا يجب عليها أن تقضي الصلاة. نعم، بل تقضي الصيام عندما تطهر. نعم نعم. طيب شيخنا، استأذنك في الانتقال للأسئلة. نبدأ ببعض الأسئلة التي وردت إلينا عبر الفايبر. إحدى الأخوات تسأل عن حكم الذهاب إلى صلاة الأفراح، هل يجوز الذهاب، وهل يجب أن تكون المرأة إذا ذهبت إلى صلاة الأفراح متحجبة بالحجاب الشرعي؟ لأن بعض الناس يقولون يجوز إن لم يكن هناك موسيقى. أرجو التوضيح، بارك الله فيكم. هي إذن الأخت بارك الله فيها أجابت عن بعض سؤالها. حكاية الصلاة هذه بتاع الأفراح هذه تعتمد على قضية ماذا يجري فيها، ما يتعلقش بها الحكم بذاتها. صلاة الأفراح هي عبارة عن بناء كبقية الصلاة، لا يتعلق بها حرمة ولا كراهة ولا استحباب ولا غيرها. لكن إذا كانت خالية من المعاصي، من الأمور التي ينهى عنها الشرع، فيبدو لي معناها ما لا شيء في ذلك. والأحسن أن يسمع أن لا تذهب إليها المرأة، أحسن لها. لكن إذا كان فيها شيء من المعاصي كالموسيقى كما ذكرت، أو كالعري، وهذا موجود نعم كثرة في بلادنا في ليبيا، عندما تجتمع النساء فقط يعني العري على أشده، وهذا ممنوع. نعم، فإذا كان يترتب على ذلك عري أو سماع موسيقى أو سماع أشياء أخرى أيضا من كلام قبيح إلى غير ذلك، فإن المسألة تتعلق بالحرمة. نعم. الأخ أكرم يسأل، هل يجوز صلاة ركعتين من التراويح في المسجد وركعتين أو ثلاثة في البيت؟ يعني التنويع بين الصلاة في المسجد والصلاة في البيت. أي لا بأس، يمكن جدا أن يصلي الإنسان بعض الركعات في المسجد وبعضها الآخر في بيته. نعم، والآن هو
يعني منعت كثير من الدول قضية التراويح، لكن ليبيا موجود فيها، يمكن أن يصلي الإنسان في بيته. نعم، فإذا أمكن صلاة جزء في المسجد وجزء آخر في البيت باب أولى جائز. نعم، وذكرنا أمس تقريبا أن المالكية عندهم استحباب صلاة التراويح في المنزل لا في المسجد إن لم تعطل المساجد. نعم نعم. ننتقل لبعض الأسئلة على التي وردت إلينا على الفيسبوك. أحد الإخوة يسأل عن الشباب يسأل عن تعمد إنزال المني لشاب عمره 15 عاما وهو لا يعلم أنه مفطر. حكاية الجهل هنا لا يعد عذرا، لأن المسلم إذا وصل لحد البلوغ يجب عليه أن يسأل، أن يعلم أحكام الله سبحانه وتعالى التي تلزمه. فهو يعني الآن لا يريد الحج أو لا يستطيعه فلا يسأل عن أحكام الحج، لكن إذا كان القضية الإنزال المني في شهر رمضان فهذا يلزمه، لأن وصل إلى هذا الحد هو، ولذلك يجب عليه أن يعلم الأحكام. يعني يسأل من هو عالم بذلك، والحكم هنا أن عليه القضاء والكفارة. نعم، القضاء معروف، صوم يوم عادي، والكفارة هي إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين، وأما عتق الرقبة فليس موجودا. نعم نعم. طيب، أحد الإخوة يسأل، يقول أحمد البرعس، يقول هو مصاب بكورونا وأفطر أول يوم من أيام رمضان مع العلم أن صحتي في تحسن، ما حكم هذا اليوم الذي أفطرته؟ مسألة المرض بالذات هذه لا يستطيع الإنسان أن يجزم بحالة غيره، فهو أعلم بأموره. إذا كان هو وصل إلى حد لا يستطيع أن يصوم فإفطاره صحيح، نعم، ويجب عليه القضاء. أما إذا كان يستطيع الصوم كأنه يعني حالة عادية ولم يصم، معنى ذلك أنه ارتكب حرمة وقد تكون عليه القضاء والكفارة. لكن في الغالب المريض يعني عنده حتى على الأقل جزء من العذر حتى لم يكن واضحا. تأويل قريب يعني. تأويل قريب، نعم. يعني الأصل أنه هو لا شيء عليه إذا كان يستحق ذلك، وإن كان يرى في نفسه أنه هو مش مستحق لإفطار هذا اليوم. هذه ليست خاصة بمرض كورونا وإنما بالأمراض جميعا. فإذا كان إنسان مريضا فهو طبيب نفسه، وإذا يعني استشار طبيب في بعض الأمراض التي لا يعرف تفاصيل تأثيرها في الجسم فعليه أن يسأل الأطباء ويأخذ بما يقولون إذا كانوا أطباء يعني يوثق بهم. نعم. أحد الإخوة الأخ محمود يسأل عن حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان. حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان. تقبيل الزوجة في نهار رمضان قسموه إلى قسمين، قسم تعلم السلامة من ذلك، يعرف روحها أكيد يعني ما يطرأ على شيء، لا يترتب على ذلك شيء ممنوع، فهذا يعني إذا كان هو متأكد من السلامة هذا لا شيء فيه. وإذا كان يعني ليس متأكدا من السلامة بل هو شبه متأكد من عدمها هذا عليه حرمة زيادة على قضية ما ترتب على الإفطار إذا نزل منه شيء. وإذا كان هو يعني في حالة شك فيعني الشك هذا يكره فيه الإقدام على ذلك. نعم نعم. أحد الإخوة يقول أيهما أفضل على الفيسبوك، يقول أيهما أفضل وأولى، حفظ القرآن في رمضان وقراءة وتكرير السورة أو تكرار السورة سورة واحدة لكي أحفظها، أم قراءة المصحف كاملا للختم؟ هذا إذن يسأل عن موضوعين مختلفين. قضية أيهما أفضل، أن يقرأ الإنسان بعض القرآن ويعاوده ليتأكد من حفظه ويتلوه عن ظهر قلب، أو يقرأه استحبابا لقضية الحصول على ختمة. هذه تختلف هي، إذا كان هو ناوي حفظ القرآن وله مقدرة على ذلك أقول له الأولى بك الأولى، وإذا كان لا يستطيع ذلك هو وإنما يكرر بعض الصور فقط ويختم في المصحف ختمة كاملة فذلك أفضل.
نعم. سؤال الثاني يقول: كم المبلغ الذي تجب فيه الزكاة؟ والله لا أعرفه أنا الحقيقة، لكن هو يسأل صندوق الزكاة فهم يعرفون، لأن عندهم موقع أيضا يذكرون فيه القيمة متاع مسألة الزكاة. نعم. نصاب الزكاة. إحدى الأخوات على الفايبر تسأل تقول: لدي أختي أفطرت في شهر رمضان الفائت سبعة أيام ونسيت أن ترجع هذه الأيام في الفترة السابقة، وتذكرت الآن وما زالت مريضة ولا تستطيع الصيام، هل يجوز الآن أن نخرج هذه الأيام مالا لإطعام المساكين وكم القيمة؟ لا هي إذا كانت تستطيع أن تصوم حتى بعد فترة هذه لا تخرج مالا بدلا عن الصيام، ولكن هي إذا كان استمر مرضها كما قالت في من رمضان الأول إلى رمضان الثاني هذه لا شيء عليها إلا قضاء هذه الأيام استطاعت فلا تطعمه، وإذا كان أمكنها أن تصوم هذه الأيام قبل أن يدخل رمضان الآن، يعني هذا يعتمد على عدد الأيام، فإذا كان لديها 5 أيام مثلا ففي 25 من شهر شوال كانت تستطيع أن تصوم هذه الأيام وتركتها، هذه عليها إطعام وجوبا بعد ذلك، عليها القضاء وعليها الإطعام وجوبا، وإذا كان الأيام أقل من التي صحت فيها أقل من الأيام التي تلزمها فيها الإعادة فلا يلزمها شيء. نعم. الأخ أحمد على الفيسبوك يسأل: حكم الاحتلام في نهار رمضان؟ حكم الاحتلام في نهار رمضان؟ لا شيء فيه الاحتلام، لا في نهار رمضان ولا في غيره، غير أنه يجب منه الغسل ولا يترتب عليه فساد الصوم. نعم. لا يترتب. نعم. إحدى الأخوات تقول: هي حامل ومرضع في نفس الوقت وتعبت وأفطرت، تريد تعرف ما هي كيفية القضاء بعد رمضان، خصوصا أنها ستكون لا زالت حامل وتخاف أن لا تستطيع رده قبل رمضان القادم. لا يهم ذلك، بل تصبر حتى الاستطاعة حتى ولو كان بعد رمضان الثاني. نعم. الأخ محمد البكوش أيضا على الفيسبوك يقول: ما حكم وضع بخور الشيح واستنشاقه لمنفعته أثناء الصوم؟ وضع بخور واستنشاقه أثناء الصوم، هذا يعني عندهم في فرق بين قضية البخور المناعش وكأنه مغذي، هذا يعني إذا استنشقه تعمدا هذا يعني يفطر عليه القضاء، وإذا كان البخور كالبخور العادي ككثير من، أنا لا أعرف الأنواع الحقيقة، فهذا يعني لا شيء عليه لا شيء فيه. نعم. إحدى الأخوات تسأل عن حكم استخدام محلول للعدسات، محلول للعدسات النظر الطبية، هل هو مفطر أم لا؟ كأن محلول يوضع في العين، يعني العين العين والأذن والأنف عند المالكية إذا وضعت في شهر رمضان في النهار ووجد الذوق ذوقها في نفس اليوم فإن هذه توجب القضاء، المنافذ الثلاثة، وأما الذي دخلها من الفم فهذا يجب القضاء كفارة عند التعمد. نعم. إذن الأذن والعين والأنف هذه إذا وضعت في نهار رمضان ووجد ذوقها ومذاقها في نفس اليوم فإنه يلزم القضاء. نعم. الأخ محمد من طرابلس يقول: عند استفسار، ليس لدي مدخول ولا رصيد في المصرف، وليس لدي القدرة على شحن بطاقة 10,000 دولار، وأريد أن أستفيد منها، وليس لدي القدرة على دفع المبلغ بالدينار، وليس لدي شخص أثق فيه حتى يسحب لي هذا المبلغ من الخارج، فقمت ببيع البطاقة لشخص بعد أن أودع رسوم إصدار هذه البطاقة لدى المصرف، ثم قمت باستلامها وقبضتها بيدي وسلمتها له بعد ذلك، وأعطاني المبلغ المتفق عليه معه بعد أن استلمها من المصرف، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ وهذه عملية يعني غير سليمة، لأن المفروض أن يستسلف يقترض يعني مبلغا لهذه المسألة من الناس الذين يستطيعون ذلك ومن يثق
يثقون فيه، وهو لم يفعل ذلك، وإنما يعني أخذ مبلغا على هذه العملية، وهذا غير جائز، فليستغفر الله سبحانه وتعالى ولا يعيد هذه المسألة. نعم. إحدى الأخوات تقول ابنها صار معه حادث، وكانت معه أمي، يبدو أختها، وتوفي يعني جدته يعني، وتوفيت رحمها الله، هل عليه صيام شهرين ومتى يكون الصوم؟ مش واضح السؤال، تحدث عن السائق لعلها، ربما هو بس مش واضح، قالت ابنها مع صار لها حادث وكانت معها أمي وتوفيت رحمها الله، فهل عليه، تقصد على ابنها، صيام شهرين؟ يبدو أنه هو السائق ابنها. نعم، نشرح المسألة. إذا كان الإنسان في سيارته ومعه أحد، نعم، سواء كان قريبا أو بعيدا، ثم عمل حادثة كما ذكر، وتوفي في الحادث من كان معه، هي الحقيقة هذه تعتمد على قضية ماذا فعل هو، كيف تصور الحادث. تارة يكون هو الظالم أو الغالط إذا كان هي قضية اصطدام، وإذا كان هو دخل في شيء آخر كذلك، وتارة يكون صاحبه هو الذي أتى إليه وهو في مكانه، فهناك فرق كبير جدا بيناتهم. ما إذا كان تسبب في هذا الحادث، نعم، كأنه قد قتل هذا الشخص خطأ، فعليه كفارة القتل، نعم، وهي صيام شهرين متتابعين، نعم، أو إطعام 60 مسكينا. سؤال ثاني تقول توفيت أم زوجي رحمها الله وترك الثروة من ذهب وأرض، وكان الورثة زوج وأبناء وبنات، وأثناء اقتسام الذهب قال لهم أبوهم أنه سامحهم في الميراث ولم يأخذ شيء، ثم مات ولم تقسم الأرض ولم تكتب فيها ورقة بحصته لهم، هل يحق لأبنائه من زوجة أخرى أخذ نصيب أم لا، لأنه قد قال هذا رزق أمكم وأنا سامحتكم فيه؟ حقيقة ما فهم يعني هو المسألة حسب ما تصورت أنا، أن المرأة توفيت وزوجها بقي حي مع أبنائه، هو عنده أبناء من زوجة أخرى، تمام، فهو قال لهم، قال لي أبناء اللي من زوجته هذه، قال لهم أنا مسامحكم في ميراث أمكم، كويس، ثم لم يقسم شيئا بعدها مات، فهل الأبناء من الزوجة الأخرى يرثون أم لا؟ ما إذا ثبت ذلك يعني بأن أقروا أو أقر بقية أولاده من الزوجة التي سامحهم فيها، هذه إذا أقروا بذلك وما فيش خصام يعني، ولا فيه مثلا كان تحاكم أو تخاصم بينهم، فالذين سامحهم في ذلك، نعم، تذهب هذه المسامحة تماما ويأخذون ما أعطاهم والدهم. وبالنسبة ل وإذا نازعوا الإخوة الآخرين، إذا تنازعوا ما فيش ما يحكم لهؤلاء أو لهؤلاء، فلا ترجع القضية ميراثا، ولا يحرم هؤلاء الأولاد من ميراث أبيهم مثلا. وقضية الحيازة هنا والإشهاد مش مطلوبة في يعني مسامحة الأب في ميراث زوجه لأبنائه اللي هم أبناؤها، الحيازة مش مطلوبة فيه ولا لا؟ يعني ما تعتبرش هبة إذا حيزت تصبح لهم، وإذا لم تحز لا تصبح لهم؟ نعم نعم، لا بد من ذلك. نعم. فإن يعني الآن أمامنا ثلاث صور، يعني إذا كان هم الإخوة الآخرين قالوا لهم نحن مسامحينكم وعارفين أن الوالد أعطاكم إياها، خلاص انتهى الأمر، وإلا فبالحيازة أو يصبح ميراث عادي، مش نعم لا بد من أن يكونوا قد حازوها. نعم. الأخ جلال وفلي يقول هو مريض قبل رمضان بأيام، ولما أتى شهر رمضان تعب في الساعة 7 وصارت لزي الرحشة ولم يتحكم في نفسه فشرب، فماذا أخذ تمر وأكل أشياء يعني للسكر، فماذا عليه في هذا؟ إذا كان الأمر كما قال يعني لا شيء عليه، لأن هذه قضية المرض بالذات لا يعرفها إلا أصحابها، لأن الناس الثانيين الأجانب عنهم لا يتصورون قضية حالة المريض، ولذلك هو أعلم بنفسه، فإذا وصل إلى هذا الحد الذي
يعني أجبره على أن يفطر فلا شيء عليه، عليه القضاء فقط. نعم، يقضي هذين. إحدى الأخوات تقول امرأة حامل عليها أيام من رمضان السابق، هل تصوم بعد رمضان وتفدي أم تصوم فقط بدون فدية؟ هذه تعتمد، إذا كان المرض متاعها يعني استمر مر نهاية رمضان الماضي إلى رمضان هذا، ما أعطاهاش فرصة المرض في قضية القضاء، قضى هذه الأيام فلا شيء عليها، حتى إذا قضت أيام الأيام هذه نفسها قضتها بعد رمضان الذي نحن فيه فلا شيء عليها. أما إذا أمكنها في الماضي أن تصوم الأيام التي عليها قبل أن يدخل عليها رمضان الذي نحن فيه فإنها تصوم ولا بد بطبيعة الحال مع دفع الفدية إجبارا. نعم. حكم صلاة، أحد الأخ فرج العمامي يسأل يقول حكم الصلاة وراء من يقرأ القرآن في صلاة التراويح وهو يكسر في الآيات نحوا وحفظا. والله إذا كان هو يعني لا يتقن قراءة القرآن أو يفسد هذه الآيات قراءتنا فالمفروض أن لا يصلي وراهم طبيعة الحال. الأفضل له أن يعني يجتنب هذه الأماكن. أحد الإخوة يسأل هل يجوز قراءة القرآن للحائض في رمضان أم لا؟ نعم، من عن ظهر قلب نعم. وأما مس المصحف فممنوع. نعم. أحد الإخوة يسأل ويريد أن يخرج الزكاة لسوريا وهو مقيم في اسطنبول للحاجة الماسة إليها هناك، فهل أخرجها بقيمة الدولة التي أقيم فيها أم بقيمة الدولة الأخرى التي يريد أن يخرج فيها الزكاة وهي سوريا؟ هي مسألة لما يكون المزكي في مكان والمدفوع لهم في مكان آخر، هذه تعتمد على قضية هو أين المال، والذي فهمنا من سؤاله أن مال في اسطنبول. نعم، هذه اختلف الناس فيها، هل الزكاة تتعلق بالمكان الذي فيه المال أو المكان الذي فيه الشخص، وهذا يبدو أن الشخص والمال في مكان واحد. نعم، نعم. فهذه لا يجوز أن يدفع لهؤلاء إلا إذا كان احتياجهم من هم في سوريا احتياجا كبيرا واضحا بين الفقراء هنا وبين الفقراء في بلدته. نعم، بارك الله فيكم شيخ وجزاكم الله خيرا ونفع بكم، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إن شاء الله نجيب عما تبقى من أسئلة في الحلقات القادمة، حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.